حادات أحد الوديان. جثة طفل واحد عثر عليها أمس فيما عثر على جثامين الأطفال الثلاثة الباقيين اليوم صباحا. الأطفال الضحايا شوهدوا بينما كانوا يلعبون بمحادات الواد، أعمارهم تتراوح بين 8 سنوات و11 عاما، وقد تم نقل جثامينهم إلى المستشفى الإقليمي بورزازات فيما أمر وكيل الملك بفتح تحقيق في الموضوع. للإشارة، شهد إقليم ورزازات أمطارا عاصفية هذه الأيام تسببت في فيضان عدد من الأنهار، وسوف نعود إلى الموضوع في نشراتنا المقبلة. بإقليم ورزازات تم انتشال جثث الأطفال الأربعة الذين قضوا مساء أمس بأحد الأودية جراء السيول التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة بالمنطقة. ريبورتاج عمر أجراري والحسن بالعلم. هذا الرجل عاين اللحظات الأخيرة قبل أن تجرف مياه الوادي الأطفال الأربعة. حدث هذا في لحظة كانوا فيها يقطعون النهر الهادئ في عودتهم من المدرسة لتباغتهم سيول جارفة لم تدع لمن كان في الجوار أي فرصة لإغاثتهم. الدري مشى من المدرسة، اللي مشى من المدرسة ما كان الشتاء، ملي خرجوا من المدرسة وجاو لقاو الواد جاي غير شوية، جاو لوسط الواد والواد كيزيد، جاو بالواد بثلاثة متر صافي داو الواد. ما بين الخمسة حتى الستة وقعت الحادثة، كانوا الدراري بغا يدوزوا، الواد نشف شوية يعني نقص شوية، من بعد ملي بغاو يدوزوا زاد الواد. وفاة الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 8 و11 سنة خلفت حزنا وأسا كبيرين لدى أسرهم وأدخلت قرية تغررات في حدادة. كلما ذهبوا إلى المدرسة لا تطمئن قلوبنا، فالمدرسة بعيدة والمناخ قاس، هي مشيئة الإله. مطلبنا الوحيد وبناء مدرسة بالقرية تعفي أطفالنا عناء التنقل مشيا على الأرجل. فقدنا 4 أطفال ولا نريد أن يتكرر هذا الحادث. ما ذنب الأطفال لكي يضطروا لقطع الوادي للوصول إلى المدرسة؟ هذا وقد تم انتشال جثث الأطفال على بعد 3 إلى 12 كيلومترا صباح اليوم لطوار جثامينهم الثرى في مسقط رأسهم بدوار تغررات زوال اليوم.